Positive sub recording. I need. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة واضحة والصوت واضحين يا شباب؟ يا شباب الصورة واضحة؟ اه دكتور واضحة. فاطمة عموري، انت ما اخذ هندسة يا فاطمة؟ اه دكتور والله، بس انه راحت علي نومة هسه، والله صحيت راحت اسفة. عليك نومة ولا عشان لا عيد والله ولا عشان عيد ميلادك؟ لا والله انه راحت علي نومة. هاي على نسيت. كل سنة وانت سالمة. وانت سالم صح بسلامة اللي دكتور. بده يحتفل بيحتفل بعد الافطار ان شاء الله. ان شاء الله. شو راح تحتفلوا؟ اكيد كيكه وما كيكه وابصر ايش. لا لا، ما رح نفت... لا ما رح نفتكر اني رمضان. طيب محمود مساعده، كيفك يا محمود مساعده؟ انا شايف الاسم موجود بس هو مش موجود لأنه مغلق المايك ونسرين مهدات مغلق المايك برضه. موجودة دكتور، هيني موجودة معكم. لا كان المايك مسكر ولا يا نسرين؟ اه دكتور عارفة، حكيت انه الصورة واضحة ورجعت سكرته مشان طيب الازعاج. بحكي المايك اللي عندك مسكر. تمام مش دكتور. مهم. على كل خبر رقم واحد، دريت انه الدكتور ادريس اعتمد علامات الميد تيرم، فان شاء الله بعد الحصه بعتمد علاماتكو. طبعا اعتماد بدون زياده للاسف. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الكويز لا تنسوا موعده. الكويز موعده 6/5، 6/5 يوم الخميس. بعثت لكم مسج فيها عليه 10 علامات، طبعا نص ساعة 30 دقيقة زي الكويز الأول ون واي. فرجاء ادرسوا وشدوا حالكم. الامتحان فقط شابتر 15 ما عدا سكشن 5 طبعا، اللي هو لما يجي يقول لك ايدنتيفاي ذا فولوينج سيرفيس، بدك تقول له سيرفيس نوعه اللي بسويد هايبر بولود اوف ون شيت، هايبر بولود اوف تو شيت. طبعا هو بعطيه خيارات، انت بدك تختار الجواب الصحيح، هاي معنات ايدنتيفاي، وهكذا وهكذا. طبعا اخذناهم كلهم هذول مروا معنا، واذا في عندكم اي شيء رجاء ابعثوا لي على الواتساب حتى احط فيه حصه، حتى احط فيه حصه. بنيجي للحصه هاي، علقنا عليها قبل المرة هاي انه يستخدم الدبل انتجرال اساس حساب كميات تكامل عادي. طبعا مش اي تكامل، لا، في بعض التكاملات ممكن احولها لدبل انتجرال، زي مثلا النظرية بتقول لك تكامل من ناقص ما لا نهاية لما لا نهاية اي قوة ناقص اكثر بيساوي جذر الباي. هاي نظرية. طب حطيتها من زيرو لبا لانفينيتي، كونه هاي ايفن فانكشن، بدل الاكس بناقص اكس بتضلها زي ما هي، اذا التكامل من زيرو لانفينيتي يساوي نص هذا التكامل، يعني جذر الباي على 2. هاي نظرية اصلا تستخدم لمين؟ للجاما فانكشن، لقدام بتستخدموها كنظرية. هاي كتكامل ما بقدر احسبه كتكامل عادي سنجل، لانه كتكامل سنجل بدك مشتقة الاكس تربيع،
بدك اكس على الاقل حتى اقدر اكامل. فشو بسوي؟ بسميه اي، طبعا اذا حطيت الاكس محلها تساوي واي، فهذا برضو اسوي اي. هذا التكامل ب 102 اخذناه كونفيرج، وايضا موجب لانه الاقتران بتاعك موجب. طيب سميه اي. هلا الاي تربيع ماذا تساوي؟ الاي تربيع هي اي في اي، فلما اضرب الاثنين هذول بصيروا ايتريتد ليمت، ايتريتد انتجرال او دبل انتجرال، لانه هاي بتجمعهم مع بعض بصير اي قوه ناقص اكس تربيع زائد واي تربيع. فكونه عندك اكس تربيع زائد واي تربيع، فدغري الجواب لوين؟ للبولر. تكامل عادي ما بقدر اكامله، لا دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس، فدغري بحول البولر. البولر اكس تربيع زائد واي تربيع هي ار تربيع، والدي اكس دي واي تتحول للجاكوبيان اللي هو ار اذا بتذكروا بدي ار دي ثيتا. فالار اللي هي مشتقه الار تربيع هيها قعدت، هي قعدت دبل انتجرال، يعني مطلوبه منك. هلا هاي المشتقة مشتقة الار تربيع موجودة، فكاملها من زيرو لبي از بي ابروش انفينيتي على الامبروبر انتجرال. والتكامل بيطلع هلا لما تحط هاي البي كوز تو انفينيتي بيطلع الجواب هاي زيرو، فبيطلع الجواب نص تكامل الدي ثيتا من زيرو ل 2 باي، والجواب يساوي قديش؟ 2 باي مقسوم على 2 اللي هي باي. طيب طبعا هاي بدها تروح لوين؟ للزيرو، يعني مش موجوده. اذا قيمه التكامل هذا يساوي باي. هلا الاي تربيع يساوي باي، اذا الاي الوحده تساوي جذر الباي وتساوي خلصت. طبعا من زيرو لانفينيتي زي ما قلت يساوي نص هذا التكامل، يعني جذر الباي على 2، فهاي بصير نظريه. طبعا افرض جاك اي قوه ناقص 4 اكس تربيع، خليني وين السؤال؟ صبرا جميلا آل ياسر، يا الله. افرض انه جاني اي قوه ناقص اكس تربيع زاد 4 اكس من 2 لانفينيتي، وقال لي طلع لي اياها، ما بحلها على البولر، بستند على التكامل اللي طلعته قبل شوي. بطلع الناقص برا، اكس تربيع ناقص 4 اكس، خلي بالك اني طلعت الناقص برا انا. هلا بكمل المربع، اكمال المربع، بضيف مربع نص معامل اكس. معامل اكس 4 قسمها على 2 2 ضعف مربعها 4، فبضيف 4 وناقص 4. هلا مع الأربعة بصير هاي مربع كامل اكس ناقص 2 تربيع، والناقص مع الناقص تطلع برا بصير زائد 4. اذا هاي اي قوة 4 ضرب اي قوة ناقص اكس ناقص 2 تربيع بصير حاصل. الاي قوة 4 عدد ثابت، بطلع برية التكامل وبستخدم محل اكس ناقص 2 بسميها يو، اكس ناقص 2 بسميها يو، فبصير اي ناقص يو تربيع محل دي اكس دي يو. هلا لما الاكس تساوي 2 اليو تساوي 0 هيا، ولما الاكس تروح لانفينيتي اليو ايضا بتروح لوين؟ لانفينيتي. هلا هذا التكامل معروف لدينا، حلينا نظريه قبل شوي، فبصير اي قوه 4 ضرب جذر الباي على 2. يعني مش كل سؤال بدي احوله للبولر، لا، الاصلي حولته للبولر، والباقي بستند على مين؟ على النظريه اللي طلعتها. واضح شباب؟ طيب لانه ممكن سؤال يجيك طلع قيمه هاي، يعني حط لك عده اجابات، اي قوه 4 جذر الباي على 2، اي قوه 4 ضرب جذر الباي
أو إيقو 4 ضرب جذر الباي على 2، وأنت اختار الجواب المناسب. مرة ثانية بقول بالنسبة للامتحان للأسف اتجاه واحد، يعني هاي بتوفر عليك الوقت. السؤال اللي بتفكر فيه ما عدت تفكر فيه مرة ثانية، فرجاء حل مسائل حتى تلحق على الامتحان. طبعا مساعدة موجود ولا غايب؟ مصر المساعدة ما يرد، خليه. طيب بنيجي لمين؟ حكينا هاي أول نظرية، وين راحت؟ فهاي كلها على البولر. evaluate the iterated integral. iterated يعني تكاملات وراء بعض، هاي معنات iterated، اللي هي الدبل انتجرال تريبل انتجرال، دول كلهم بسموهم iterated integral. فهذا كله في البولر r sin theta وكذا وكذا، بتحلوهم. integrate f x y over the closed unit disk over the annular ring. الانيولر رينج هي المنطقة اللي بين الدائرتين، أكبر من الدائرة الصغرى اللي نص قطرها 1، وأصغر من الدائرة العظمى اللي نص قطرها 2، فهي بسموها annular ring زي الرونديلا. فبده تكامل كوسان كذا كذا على المنطقة هاي لحالها وعلى المنطقة هاي لحالها، يعني هاي سؤالين مختلفين. مش تقول لي والله نفس السؤال، لا، اللي بيجمعهم نفس الاقتران اف اكس واي، اما حدود التكامل فهي مختلفه. فهذا كله بتجربوه. طبعا هاي راح تخلق لك انتجريشن باي بارتس، فبدك تكون حذر من التكاملات. المفروض تقرا 102 يعني راجعها قبل الامتحان. هاي تكامل على مين؟ على مثلث رؤوس معروفة، تشتغلها على البولر على اللي بدك اياه. بصير طالما اكس تربيع زائد واي تربيع، فالاسهل انك تستخدم البولر. هدول كلهم الافضل على مين؟ تحولها لبولر. هاي مساحة ربع دائرة، الواي من صفر للجذر التربيعي اللي هو نص الدائرة الفوقاني، من نص لواحد. هاي من نص لواحد تمثل جزء من دائرة، جزء من دائرة، مش النص ربع دائرة، لا، جزء من نص الدائرة. مع الرسم كل شيء بيكون واضح. فهاي رجاء انك تحلوها، هدول حلوهم كلهم. السي هاي ممكن تطنش عنها لانه هاي بدها كمبيوتر. بدها ايش؟ كمبيوتر. حتى هاي مثلا ايقو واي تربيع دي واي، هاي ما اقدر اكاملها بالنسبة للواي، واضح؟ ولكن اذا حولتها لدي اكس دي واي سهل اني اكاملها، لانه هاي تعتبر ثابت بالنسبه للاكس. فاخذنا طريقه كيف نحولها، مش والله بدل هدول الثنتين مع بعض، لا غلط. بدك من هاي تطلع منطقه التكامل. الواي تتغير من باي على 2 الى 2، واي تساوي اكس على 2، سوري، هاي واي تساوي اكس على 2 خط مستقيم، الى واي تساوي 2 ايوه برضه خط مستقيم. ثم الاكس اللمنة هاي بتحركها من اكس صفر حتى اكس تساوي قد ايه؟ 4، الراس هون. اذا بتعطيني منطقة التكامل هي ايش؟ مثلث كامل. هذا المثلث اذا بدلته بدي اكس دي واي بصير الاكس بتاعتك من صفر الى هون، الاكس قد ايش؟ 2 واي، هيا، والواي اللمنة الطويلة الأفقية طبعا تتحرك من واي تساوي صفر
حتى الواي هاي اثنين، الواي تساوي اثنين. هذا تكامل سهل جدا، يقوى واي تربيع ضرب اكس، عوض بصير يقوى واي تربيع ضرب اثنين واي، طبعا ناقص صفر بتروح. هلا شو بصير عندك؟ التكامل سهل جدا، يقوى تربيع كذلك باثنين واي، الدالة ومشتقتها على التعويض بيطلع يقوى اربعة ناقص واحد. فلاحظ مش كل اشي بولر، يعني هاي يقوى واي تربيع ما حليت على البولر، ما حليت على البولر، واضح؟ طيب خلينا ناخذ حضور الغياب، واحد بهالرمضان الواحد بريقه ناشف ولسه الصبح. رقم واحد عبد الله محمد مضحى الشمري، اثنين فاطمة محمود جميع عموري، ثلاثة هاي غياب ثلاثة نور الرسان، بعدين يعني لسه ما سجلت، خمسة خمسة صبا بواعني غايبة، هاي 25/4. لا تلوموني بكرة إذا حرمت طالب بآخر لحظة، ذنبك على جنبك. هاي غياب صبا. رقم ستة، ستة هاي غياب رهب. سبعة محمود مساعدة، وين كان يا مساعدة؟ أين دكتور؟ من الصبح وانا انادي عليك ليه ما رديت؟ تنشوفك في الكوز، شو بتساوي؟ بترجع للكوز الاول تعبان ولا بترجع للمنترم؟ ان شاء الله غير تكون علامة كويس ان شاء الله. شد حالك شد حالك ان شاء الله باذنه تعالى. رقم 8 نسرين مهدات، 9 نزار مهنا، 10 10 محرومة، 10 فرح مرعي، هاي حرمان راح احطها اليوم اذا مش حطتها، هاي حطيت والله بالقلم الاخضر محروم. قديش 25/4؟ احداش ايهم حجازي ايضا محروم، ايهم حجازي هي محروم مرة ثانية، ها محروم 25/4. طيب نريحه من الكوز، فرح وايهم اثنين محرومين، ان شاء الله بعد الحصة راح احط لهم الحرمان. واضحة؟ موجودة. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب اذا بنيجي للهون، احنا قلنا يعني تعلمنا البولر، مش كل شيء بولر، لا بدي استخدم عقلي، هاي المهم. طيب فهون طبعا اثبات النظرية اللي قلت لكم عنها ولا علاقة مع الجاما فانكشن. هلا بدنا نحسب مساحة سطح، سطح وليكن حيلا سطح زد تساوي اف اوف اكس واي، يعني لازم اطلع زد بدلالة اكس واي. طبعا في بعض الطلاب خلص باخذ القاعدة صماء، لا بجوز الاكس بدلالة واي وزد، بصير بدك تسوي نسبة وتناسب. القانون كان كذا كذا لما زد بدلالة اكس واي، طب شو بده يصير اذا كان اكس بدلالة واي وزد؟ بدك تغير المحاور، بدك تبدل المحاور. فالقانون شو بقول لي؟ اذا السيرفس بتاعك هذا هو زد بدلالة اكس واي فوق المنطقة هاي، وبدي اطلع مساحته كونك طلاب خلينا نقول فيزياء ورياضيات، ف
فبعطيك الزبدة، ما بدي أطالبك بالاشتقاق القانون، لا دغري القانون أس تساوي تكامل مجوز جذر التربيعي واحد زائد دي زد على دي إكس تربيع زائد دي زد على دي واي تربيع تحت الجذر، ودي إكس دي واي. والريجن هي إيش؟ السطح هذا شايفينه المايل، بسقته عمودي على الإكس واي، هاي وين؟ على دي إكس دي واي. اللي بشتق بالنسبة له بكامل بالنسبة له، هاي القاعدة. طيب افرض اعطاني الزد، مش الزد بدلالة اكس واي، اعطاني الواي بدلالة اكس وزد، ساعتها شو اذا كانت الواي بدلالة اكس وزد بحط واحد زائد دي واي على دي اكس تربيع ودي واي على دي زد تربيع دي اكس دي زد، وبسقط على الاكس زد، وبسقط على الاكس زد. طيب مثال، هاي اعطاني السطح، سطح هاي بسموه سلندر، زد تساوي ثلثين اكس قوة ثلاث انصاب، هاي رسمته، رسمة سلندر. ليه سلندر؟ هذا جزء من الامتحان، الكويز بتاعك. زد تساوي ثلثين اكس قوة ثلاث انصاب، لاحظ مفقود عندك مين؟ الواي، الواي مفقودة، عندي زد وعندي اكس بس ما فيش واي، اذا فهي سلندر، فهي سلندر. طيب فاشتق طبعا هاي، خلينا نسميها زد، دي زد على دي اكس طلعها وربعها، ودي زد على دي واي صفر وربعها وضيف الواحد، بصير السيرفس اريا يساوي واحد زائد صفر، هاي دي زد على دي واي طبعا، وهاي دي زد على دي اكس تربيع. لما اجي ابسط تطلع جذر اكس زائد واحد، واحد التكامل بدك تسوي اسقاط على وين؟ على الاكس واي بلين طبعا، كامل بسيط تكامل، يعني بدوش تعويض على فكره، هاي تكامل عادي. طيب سؤال اخر، find the surface area of the portion of paraboloid. هاي paraboloid. المقاطع هيك بارابولا، وهيك level curve عبارة عن ايش؟ دوائر، دوائر circle. طبعا الالبس هو حالة عامة للدائرة، يعني الدائرة حالة خاصة من الالبس. طيب شو بسوي؟ بده دي زد على دي اكس هي ناقص 2 اكس، دي زد على دي واي ناقص 2 واي، طبعا بدي اربع، بصير 4 اكس تربيع و4 واي تربيع زائد واحد بالقانون، دي اكس دي واي. هلا اللي اشتقيت بالنسبة له بكامل بالنسبة له، وشو بسوي؟ البارابولويد هذا بسقطه عمين على الاكس واي بلين، فاسقطه هذا يعني كل نقطه خليها افترضها سفنج معبى مي، وين المي بسقط؟ هو اللي بدي اياها، هاي المنطقه منطقه التكامل هاي. لاحظ مع كل واحده في عندك فوق دي اس، مع كل نقطة هون في دي اس، في دي اس. إذن منطقة التكامل هي وين السطح بضرب بزد تساوي صفر، حط زد صفر شو بصير عندي؟ بصير اكس تربيع زد واي تربيع تساوي أربعة. إذن التكامل مأخوذ على المنطقة اللي جوات الدائرة، اكس تربيع زد واي تربيع تساوي أربعة. فالأيسر إني أستخدم البولر، طبعا هو مو كل سؤال بقول لك والله حول للبولر، لا هذا انت خلينا نقول قاضي بدك تستخدم عقلك، فوين الايسر استخدم. اولا الار عباره عن دائره، اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي ار، ار تربيع اربعه،
وهاي اكس تربيع زائد واي تربيع جوا، فاللي جوا الدالة اللي تحت التكامل وحدود التكامل كلاهما بقول لك استخدم البولر. فاستخدامك للبولر بيصير الاكس تربيع زائد واي تربيع ار تربيع هاي، ولا تنسى الجاكوبيان من كارتيزيان لبولر بدك تحط ار دي ار دي ثيتا، وبدك جسمه تستخدم عنصر مساحه في البولر الار من صفر لاثنين والثيتا من صفر لاثنين باي، والتكامل سهل لانه مشتقة لاربع ار تربيع ثمانية ار، فبدك تقسم على ثمانية وبكمل. سؤال اخر برضو على السيرفس اريا، بقول لي find the surface area of the frustum of the cone، يعني كون مخروط ناقص. هاي كلمة frustum، يعني لو اجاك في الكويز تقعد تفكر اوه شو frustum، فيجب انك تحل المسائل، يجب انك تحل المسائل على الأقل بتريحك من الترجمة السريعة. وخلي بالك مدة الكويز 30 دقيقة، يعني فيش وقت انك تدور على الترجمة. طيب هاي مخروط زي ما بدك تشوفه ناقص، يعني مش واصل للراس، بده مساحة سطحه اللي على الداير، اللي على الداير شو بسوي؟ الدي اس قديش الزد بتاعته؟ هاي الزد بتاعته معطيني اياها، فبشتق دي زد على دي اكس قديش وبربع، دي زد على دي واي بشتق وبربع، وبعدين بضيف الواحد. هيا هاي دي زد على دي اكس وهاي دي زد على دي واي، مشتقة الجذر واحد على اثنين الجذر في مشتقة ما تحت الجذر، بربع هاي وبربع هاي بجمعهم بضيف واحد. هاي هذا القانون، هاي الاس تساوي. هلا زي ما اشتقيت بالنسبه لاكس وبالنسبه لواي بكامل دي اكس دي واي، وبرضه بسقط على مين؟ على الاكس واي بلين. فلما اجي اسقط هاي وين راحت؟ هاي السطح الجانبي اسقطه على الاكس واي بلين بصير المسقط بتاعك هدوه. هاي تخيلها منطقة سفنج مبلول، فوين النقط اللي بتنزل على الأرض؟ هي إيش؟ منطقة التكامل، نقاط المي اللي على الأرض هي منطقة التكامل. فلاحظ في عندي دائرة صغيرة هون جوا ودائرة كبيرة هون جوا، كيف بطلعهم؟ طبعا هو تقاطع زد السطح مع الزد اللي هون. قديش الزد اللي هون؟ وين راح تزد لهون؟ هاي قايله اوف ريديوس ار1 وار2، هاي الريديوس اللي بتاعتها ار1 وهاي الريديوس ار2. فبعوض بيطلع عندك هاي الانيولر رينج، هاي الانيولر رينج. طبعا الايسر زي ما قلت انا ايش استخدم البولر، البولر لسببين. طبعا هون بعد التبسيط ما شاء الله طلعت تكامل حلو كثير في دي اي. هلا مساحه هاي تكاملها هي الاريا تاعت الريجن ار، اللي هي عباره عن دائره كبرى ناقص دائرة صغرى، هاي تكامل الدي اي. لاحظ الحل ما طلعوا بالبولر، ما طلعوا بالبولر لانه لما بسط لا في اكس ولا في واي، فاذا ما في داعي استخدم البولر. ولو استخدمت البولر مش غلط، يعني هاي صح وهاي صح.
هاي بعض المسائل عالميا على السيرفيس اريا، رجاء جربها، لا تقول والله المادة كذا كذا، لا جربها. بتخلق عندك ايش؟ حركة بالدبل انتجرال، تخلق حركة وين؟ في البولر. سؤال: theorem the area enclosed by the ellipse كذا كذا is pi a b. طبعا حالة خاصة، إذا الـ a ساوت الـ b بصير عندك مساحة الدائرة pi a a، يعني pi a تربيع. كيف الحل؟ الـ area قانونها تكامل مجبز 1 dx dy على المنطقة أوميجا اللي جوات الكيرف. طيب كيف بدي أحل هاي؟ عم بدك زي التعويض على الجاكوبيان. هاي شو معادلتها؟ X على A الكل تربيع، Y على B الكل تربيع يساوي 1. فالX على A سميها كابيتال X، والY على B سميها كابيتال Y. يعني غيرنا المحاور، سوينا تعديل على المحاور. X صغيرة على A صغيرة سميها X كبيرة، Y على B سميها إيش؟ Y كبيرة أو V. فبتحول هاي بصير U تربيع زائد V تربيع ساوي إيش؟ 1. يعني الإلبس المتعوج أصبح دائرة U تربيع وV تربيع ساوي 1، دائرة نص قطرة 1. طيب حسب القانون 1 هاي بدك تحط الجاكوبيان في دي اكس دي واي، والجاكوبيان بنطلع على القانون زي ما انت شايفينه ويساوي اي بي. هاي اي بي ثابت بيطلع برا، بضل دي اكس دي واي على الدائره، ولكن تكامل دي اكس دي واي اللي هو الاريا بالمحاور الجديده، خلي بالك لمين؟ لدائرة الوحدة X تربيع زائد Y تربيع تساوي 1. طيب ما هي مساحة الدائرة؟ باي R تربيع، يعني الجواب يطلع عندك إيش؟ باي في 1، لأنه هاي نص قطرة 1، والجواب بيطلع باي A B. هاي النظرية ممكن تستخدمها إذا كان السؤال موضوعي، ما فيش معك وقت أنك تشتق النظرية، فقط طبق. طيب بالمثل the volume enclosed by the ellipsoid كذا كذا is، برضو هاي نظرية ممكن تطبقها حتى تطلع الجواب، الجواب بالامتحان سواء الفاينل او الميد او الكويز، بدك تختار الجواب الصح، فيش وقت انك تكامل. فالقانون حطت لك اياه ثيرم عشان تسند عليه. الفوليوم هو تكامل دي اكس دي واي دي زد في 1، هاي هاي الفوليوم على مين؟ على هاي المنطقه، منطقه الالبسويد، هاي بسموها الالبسويد، هاي اللي جواها الالبسويد. طيب غير المحاور زي السؤال اللي قبله، هاي سميها اكس تربيع، هاي واي تربيع، هاي زد تربيع، بتصير المعادله الجديده يو تربيع زائد في تربيع زائد دبليو تربيع اقل من او يساوي 1 لكره محترمه نص قطره 1. انا سوري صوتي مبحوح، الصوت واضح شباب؟ واضح دكتور. انا اسف الصوت عمال بصحح معي، لانه في حصه هندسه كان وناقشنا امتحان الثاني، طبعا اسلوبهم غير عن اسلوبكم، فيعني بضل الطالب طالب. المهم فمع تغيير المحاور بدك جاكوبيان في دي اكس دي واي دي زد، هاي القانون وهي 1 1، وغيرنا حدود التكامل، بدل ما كانت الليبسود اصبحت كره في المحاور الجديده. طلعت هاي، طلعت اي بي سي طبعا،
وهي ثابت تطلع برا. هاي عنصر الحجم وين؟ في الاكس الكبيرة، واي كبيرة، زد كبيرة. وتكاملها هو ايش؟ الحجم. وحجم الكرة هي 4/3 باي ار تكعيب. اضرب بيطلع الجواب 4/3 باي اي بي سي. هاي الحجم اللي جوات الالبسويد. فهي عندك قانونين اصبح عندك ممكن تستخدمهم، اللي هي مساحة الالبس وحجم الالبسويد. طبعا هاي حكيناها قبل شوي وقلنا هاي ممكن على اكمال مربع برضو حكيناها. Find the surface area of the portion of the plane in the first octant. هاي هاي بال first octant، الثمن الاول. X موجبة، Y موجبة، Z موجبة. هاي بسموها الثمن الاول. فبده مساحة سطح مين؟ هذا المستوى، هذا المستوى. طبعا شابتر 13 كنا نطلعه. كيف كنا نطلعه؟ مساحة البلين هاي بطلع هاي كفيكتور طبعا، وبطلع هاي كفيكتور. الكروس بتاعهم المطلق بتاعه النورم بتاعه يعني بقسمه على اثنين. هاي هي مساحة المثلث. حاصل الكروس برودكت النورم بتاعها. يعني سؤال مش صعب هذا، على الفيكتورز أسهل. بس كتطبيق على اللي أخذناه لازم أطلع الزد بدلالة إكس واي، أو أطلع الواي بدلالة إكس وزد، أو الإكس بدلالة واي وزد، أنت حر. بس إذا طلعت الإكس بدلالة الواي وزد بدك تحسب دي إكس على دي واي ودي إكس على دي زد، وأسوي بروجكشن على الواي زد مش على هون، على الواي زد هون. المثلث الصغير هذا شايفينه؟ هاي البروجكشن. انا هون مسقط على الاكس واي، يعني اللي بشتغله بكامل بالنسبه له. اذا بدي اطلع الزد بدلاله اكس واي، فالزد ماذا تساوي؟ هاي الزد هلا هي دي زد على دي اكس تساوي ناقص ثلث، دي زد على دي واي تساوي ناقص ثلثين. هدول بدهم يتربعوا ويجمعوا مع الواحد، قانون جذر تربيعي دي اكس دي واي بكامل. عوين على المنطقة أوميجا بدك تسقطها، عوين على الأرضية. الأرضية هي عبارة عن مثلث او اي بي، هاي المثلث الأرضية. هاي منطقة التكامل دي اكس دي واي. طيب تكامل الدي اكس دي واي على اوميجا هو عبارة عن ايش؟ هاي عنصر مساحة. تكامل الدي اي هي الاريا تاعت الاوميجا، هيا. والاريا تاعت الاوميجا تساوي نص حاصل ضرب 3 ضرب 6. 3 في 6 18 على 2 9. 3 6 18 على 2 9. والجواب النهائي بده يطلع عندك كذا كذا. سؤال أخير، find the surface area. حتى ما تقول والله الدكتور ما حللنا مسائل، هاي مسائل كثير عندك. Z تساوي كذا كذا، above the plane Z تساوي 5. هاي احنا اتفقنا مع بعض قبل شوي parabolioid. هاي parabolioid قريبة على نص الكرة، مش نص كرة قريبة عليها. بده فوق زد تساوي 5. هاي زد تساوي 5 بلين، زد تساوي 5 بلين. بدي الجزء اللي واقع فوقه هاي المظلل. قديش مساحة السطح؟ شو بسوي؟ بسقط على الاكس واي. طبعا الاسقاط بده يكون ايش؟ دائرة زي هاي، هيا هون نفس معادلة هاي، ولكن بالزد تساوي دي صفر. طيب طالما سقط على الاكس واي اذا بشتق بالنسبة للاكس وبكامل بالنسبة للاكس واي. على القانون هاي القانون حطيته واحد هيو
دي زد على دي اكس من هون 2 اكس ربعها 4 اكس تربيع، وهاي ربعها بصير 4 واي تربيع. الزد او الاكس والواي على مين؟ على الدائره هاي كلها. هاي سي هي تقاطع زد تساوي 5 مع السطح هذا المتعوج، فحط الزد تساوي 5 ونقول التسعة شو بصير؟ 9 ناقص 5 4، يعني اكس تربيع زد واي تربيع تساوي 4. هاي الدائره هون، هيا واضح؟ مش والله تقول لك تكامل على الدائره هاي الكبيره، لا غلط، لانه هو بده مساحه السطح هذا بس، ما بده الكل اللي تحت. طيب هاي الاسهر زي ما قلت حولها للبولر، حولناها للبولر وكامل، وبطلع عندك الجواب بالطريقه هاي. في اي تعليق شباب؟ طبعا هاي مش داخله بالكويز، خلي بالك مو داخله بالكويز، الكويز فقط شابتر 15. للاسف الشعب الثانيه متاخره كثير، متاخره كثير، بالاخير راح يضطروا يسلقوا الماده بسرعه بسرعه بسرعه، واضح؟ نراكم الحصه القادمه ان شاء الله، لانه عندي حصه 202. السلام عليكم.